بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 130. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المواريث: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. هذه ثلاثة أبواب أجملها المصنف رحمه الله في باب واحد، لأنها كلها من حساب المواريث، كلها داخلة في حساب المواريث. فالتصحيح هو تحصيل أقل عدد يخرج ينقسم على الورثة بلا كسر، هذا هو التصحيح، تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. وسببه أنه إذا قسمت المسألة على الورثة ووجد فيهم أو في بعضهم من لا ينقسم عليه نصيبه إلا بانكسار، فإن هذا الانكسار يتلافى بالتصحيح، وذلك بأن تنظر بين هذا الفريق المنكسر عليه سهمه وبين سهامه. إن كان الانكسار على فريق واحد تنظر بنسبتين، نسبة المباينة أو نسبة الموافقة، فإن كانت سهامه مباينة له لهذا الفريق فإنك تأخذ رؤوس الفريق تجعلها جزء السهم تتضرب به أصل المسألة، فما بلغ فمنه تصح، ومن له شيء منها أخذه مضروبا في جزء السهم، إن كان واحدا فهو له، وإن كان أكثر فإنه ينقسم عليهم. مثال المباينة: ثلاث أخوات شقيقات وعم، ثلاث أخوات شقيقات وعم فإذا فالشقائق لهن الثلثان والباقي للعم، ومخرج الثلثين من ثلاثة، فتقول أصل المسألة من ثلاثة، الأختين الشقيقتين الثلثان اثنان وهما ثلاث وهن ثلاث، وللعم الباقي واحد. نصيب الأخوات الشقائق، نصيب الأخوات الشقائق اثنان وهن ثلاث، بينهما مباينة، فتضرب رؤوسهن ثلاث في اثنين تصح من ستة، هذا مصحها، فيكون لهن من أصلها اثنان في ثلاثة، يكون لهن من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، لكل واحدة اثنان، وللعم من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، أليس كذلك؟ نعم. أصلها من ثلاثة، ونصيب الأخوات الشقائق منها اثنان وهن ثلاث ما ينقسم، فتضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة، ومنها تصح، لهن من أصلها اثنان في ثلاثة بستة، كل واحدة اثنان ثلاثة ما لجماعتها قبل الضرب، وللعم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، هذه تسعة. نعم. هذا إذا مع الموافقة في فريق واحد، مع المباينة في فريق واحد، مع الموافقة مثالها زوج وست أخوات شقيقات، زوج وست أخوات شقيقة
شقيقات، هذه فيها نصف وفيها ثلثان من ستة، أصلها من ستة، للزوجة النصف ثلاثة وللشقيقات الثلثان أربعة وهن ست، لا تنقسم. نعم، لأن أربعة سهام لا تنقسم على ستة رؤوس. نعم، فتقول بينهن توافق، توافق بالثلث، توافق بالثلث، فتأخذ وفق الرؤوس، تأخذ وفق الرؤوس ثلاثة، تضربه في أصل المسألة ستة تكون ثمانية عشر، للزوج من أصلها ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ولهن من أصلها أربعة في ثلاثة اثنى عشر، لكل واحدة ستة. هذا مع المباينة في الانكسار على فريق واحد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه. نعم، مثل ما قلنا المباينة ثلاث أخوات شقيقات وعم، وقسمناها. نعم، أو وفقه إن وافقه، وقلنا مثاله زوج وست أخوات شقيقات بينهما موافقة، ضربنا وفق الرؤوس في أصل المسألة فصحت من تسعة، من ضربنا وفق الرؤوس ثلاثة في ستة بثمانية عشر. نعم، ستة في ثلاثة بثمانية عشر. نعم، ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث. نعم، ونحوه. إن وافقه بجزء كالنصف والربع والثلث. نعم، إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة. نعم، وعولها إن عالت. نعم، فما بلغ صحت منه. نعم، ويصير للواحد ما كان لجماعته قبل الضرب، ما كان لجماعته قبل الضرب مع المباينة، أو وفقه قبل الضرب مع الموافقة. نعم، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته. هذه هي المناسخات، والمناسخات جمع مناسخة، ما سبق من التأصيل والتصحيح إذا كان الميت واحدا. أما إذا كان الميت أكثر من واحد فهذا يسمى بالمناسخة، والمناسخة مأخوذة من النسخ، وهو يطلق على معاني، منها النقل، تقول نسخت ما في الكتاب بمعنى نقلته، ومنها الإبطال، تقول نسخت الإبطال والإزالة، تقول نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته، ومنها التغيير، تقول نسخت الرياح آثار الديار بمعنى غيرتها. فالنسخ في اللغة يطلق على عدة معاني، ومنها الإبطال، قال تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، يعني يبطل الله وساوس الشيطان وما يلقيه على المسلم ويزيل ذلك. والمراد بالمناسخة في عرف الفرضيين أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته شخص آخر فأكثر، سميت هذه الحالة بالمناسخة، لأن مسألة الميت الثاني نسخت مسألة الميت الأول. نعم، هذا تعريفها شرعا. نعم، قال: فإن ورثوه كالأول كإخوة. المناسخات لها أحوال ثلاث: الحالة الأولى أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول، يعني لا يختلف إرثهم عن الثاني عن إرثهم من الأول. ففي هذه الحالة تقسم مسألة الأول على الباقين من ورثته
كأنه مات عنه. مثال ذلك لو مات عن عشرة بنين ماتوا واحدا بعد واحد حتى لم يبقى منهم إلا ثلاثة، فإنك تجعل كأن الميت الأول مات عن هؤلاء الثلاثة، فتقسم المسألة على ثلاثة وتتناسى الذين ماتوا قبلهم كأنهم لم يوجدوا، لأنه لا داعي لجعل لكل ميت مسألة لأن المؤدى واحد. وهذا ما يسمى بالاختصار قبل العمل، هذا الاختصار قبل العمل، قبل العمل، هذه حالة. نعم. وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، هذه الحالة الثانية من أحوال المناسخات، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. ففي هذه الحالة تقسم مسألة الميت الأول وتعرف سهام كل وارث منها، ثم تعمل مسائل للأموات المتأخرين، لكل ميت مسألة تقسمها على ورثته وتصححها إن احتاجت إلى تصحيح. فإذا فرغت منها تنظر بين سهام الأموات المتأخرين وبين مسائلهم، فإما أن تنقسم عليها وإما أن لا تنقسم. فإن انقسمت عليها فإن الثانية تصح مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم فإنك تنظر بين سهام الأموات المتأخرين ومسائلهم، وحاصل النظر تجعله كجزء السهم، تضرب به مسألة الميت الأول وما نتج فهو الجامعة. فمن له نصيب من مسألة الميت الأول أخذه مضروبا في المسألة الثانية مع المباينة، أو في وفقها من له نصيب من مسألة الميت الأول أخذه مضروبا في مسألة الميت الثاني أو في وفقها إن كانت موافقة، ومن له نصيب من مسألة الميت الثاني أخذه مضروبا في سهام مورثه أو في وفقها إن كانت موافقة. ثم تنتهي. مثال ذلك مات عن ثلاثة بنين، ثم مات الأول عن بنين، ومات الثاني عن ثلاثة، ومات الثالث عن أربعة. مسألة الميت الأول من ثلاثة، مسألة الميت الأول من ثلاثة، لكل ابن واحد، ومسألة الميت الثاني من اثنين على أولاده الاثنين، مسألة الميت الثاني أو الثالث بالنسبة للأول من ثلاثة على عدد بنيه، مسألة الميت الثالث الذي هو الرابع بالنسبة للميت الأول من أربعة على عدد بنيه. فإذا نظرت بين سهام كل ميت من المتأخرين ومسألته وجدتها تباين، واحد مع اثنين مباين، واحد مع ثلاثة مباين، وواحد مع أربعة مباين. تثبت المسائل اثنين وثلاثة وأربعة، تجد أن الاثنين داخل في الأربعة، تكتفي بالأربعة بالأكبر، تجد بين الأربعة والثلاثة تباين، تضرب ثلاثة في أربعة 12 وهي جزء السهم، 12 تضربها في مسألة الميت الأول، 12 بثلاثة 36، 36. فحينئذ تعطي ورثة الميت الثاني الأموات الثانين سهامهم مضروبة من مسائلهم، مضروبة فيما بقي بعد الميت الأول، وبذلك تنتهي مسألته. نعم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم منهما أو ورث معهم غيرهم. ففي هذه الحالة تعمل مسألة للميت الأول، تعرف سهام من ورثوا منه، ثم تعمل مسألة للميت الثاني وتعرض سهامه من الأولى عليها،
فإما أن تنقسم فتصح مسألة الميت الثاني مما صحت منه الأولى، وإما أن تباين، فإذا باينت تضرب كل الأولى في كل الثانية، ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه. هذا طريقة العمل فيها، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: في الثانية: وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون، فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسرة كما سبق. وإن لم يرث الثاني كالأول، صححت الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها، وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى، ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له. نعم، هذه في حالة الموافقة. إذا وافقت سهام الميت الثاني لمسألته فإنك تأخذ وفق المسألة الثانية وتضربه في الأولى، فما تحصل فهو الجامعة. ثم عند التوزيع تقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه فهو له، وبهذا تنتهي العملية. نعم، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. هذا إذا تعددت البطون، ما مضى، هذا ما مضى إذا كان في المناسخة بطنان فقط، أما إذا كان فيها أكثر من بطن فإنك تعمل مثل العمل الأول، إلا أنك تجعل الجامعة كالمسألة الأولى، وما بعدها من المسائل كالمسألة الثانية، وهكذا إلى أن تنتهي البطون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله كنسبته. هذه قسمة التركات. تركات جمع تركة، والمراد بها ما تركه الميت من مال أو اختصاص، والمال قد يكون نقودا، وقد يكون عقارات، وقد يكون مواشي أو غير ذلك من جميع أنواع الأموال، هذا يسمى بالتركة تعبيرا عن ترك الميت له. وقد حكم الله سبحانه وتعالى أن مال الميت ينتقل إلى وراثته، إلى ذوي الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فتنتقل التركة من ملكية الميت من حين موته إلى ورثته، وتدخل في ملكهم كل على قدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى منها. هذه هي التركات. ومعنى قسمة التركات معرفة مال كل وارث من التركة، وهذا هو المقصود من علم الفرائض، هذا هو الثمرة. فإن المقصود من علم الفرائض من أوله إلى آخره هو هذا، أن يعرف ما يستحقه كل وارث من تركة الميت، ولا سبيل إلى ذلك إلا بدراسة أحكام الفرائض أولا، ثم دراسة حساب المواريث كيف تتوصل، كيف تتوصل إلى إعطاء الوارث نصيبه من التركة، فما مضى كله وسيلة إلى هذه النتيجة. فالنتيجة من دراسة الفرائض هو قسمة التركات، وهذه هي فائدة هذا الباب. قسمة التركات لها طرق ذكرها الفرضيون، منها هذا الذي ذكره المصنف، وهو طريق النسبة. والنسبة هي أسهل الطرق إذا أمكنت. ومعنى النسبة أن تنسب سهام كل وارث من المسألة
إلى المسألة وتأخذ له من التركة بمقدار تلك النسبة. هذا معنى النسبة. توزيع التركة بالنسبة، أن تنسب سهام كل وارث إلى المسألة أصلاً أو مصحاً، وما بلغته النسبة تأخذ له من التركة بمقدار تلك النسبة. المثال: ماتت امرأة عن زوج وابنتين وأبوين، عن زوج فيها ربع وابنتين فيها ثلثان وأبوين فيها سدس وسدس، تخرج المسألة النظر إلى مخارج الفروض من 12، فأصلها من 12 وتعول إلى 15. للزوجة الربع 3، وللبنتين الثلثان 8، هذه 11، وللأم السدس 2، هذه 13، وللأب السدس 2، هذه 15، فأصلها من 12 وعالت إلى 17 بسبب تزاحم الفروض. خلفت هذه المرأة 90 ديناراً، 90 ديناراً. طيب، نستعمل النسبة، نقول الزوج له من المسألة 3، انسبها إلى 15، الخمس تكون الخمس، إذن له خمس 90 الدينار، له خمس 90 الدينار، فله من التركة خمسها 18 دينارا. هذا الزوج انتهى، أخذ من التركة بمقدار نسبة سهامه إلى المسألة وهي الخمس، أليس كذلك؟ نعم. وكان له الربع، لكن بسبب العول صار له الخمس. لكل واحد من الأبوين من المسألة، لكل واحد من الأبوين 2 من المسألة. إذا نسبت 2 إلى 15 تطلع ثلثا الخمس، ثلثي الخمس، الخمس، فله ثلثا خمس، لكل واحد من الأبوين ثلثا خمس التركة، لكل واحد 12 دينارا، يعني 24 دينار للاثنين للجميع. نعم. ولكل واحدة من البنتين 4 من المسألة، لأن لهن الثلثان 8 وهن 2، لكل واحدة 4. إذا نسبت 4 إلى 15 فإنها تطلع خمس المسألة وثلث الخمس، خمس وثلث الخمس، فلها من التركة بهذا المقدار 24 دينار، كل واحدة لها 24 دينار. فهذه 18 للزوج، 12 للأب، 12 للأم، 24 للبنت، 24 للبنت، المجموع 90، 90 دينار. وبهذا انقسمت التركة عن طريق النسبة. هناك طرق أخرى وهي طريقة القيراط، مخرجه من 24 وهو ثلث الثمن، وله عمليات طويلة ويسمونها الأعداد الأربعة المتناسبة، نسبة هندسية، نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثانيها إلى رابعها، وهي طرق طويلة عند الفرضيين، والمؤلف هنا لم يذكرها، وإنما اقتصر على طريق النسبة لأنه هو الطريق الأعم وهو الأسهل إذا أمكن. لكن أحيانا لا تمكن النسبة بتضخم المسألة، حينئذ لا بد من طريقة القيراط. والقيراط في الحقيقة يؤول إلى النسبة لأنه تسهيل لمعرفة النسبة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إخوتنا المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.